لحين استكمال مدته للمعاش. صحيح. وبعد كده كل الشكر للفترة اللي فاتت. ده يدي انطباع او يدي مكسب للمصريين انه اللي قاعدين في اماكنهم لمرة واحدة عايز يقدم للناس اكبر عطاء ممكن، لانه خلاص دي اخر دورة وماشي. مش قاعد طول العمر في المنصب. ايوه. او لغاية مثلا جه عنده 40 سنة وقاعد بقى لغاية المعاش فمكمل. ايوه. فبيحصل استرخاء في الاداء، لا ده جاي دورة واحدة وماشي. وبالتالي عنده رغبة انه يقدم لوطنه وللوسط بتاعه القضائي افضل ما عنده. دي بعض الاشاعات اللي قالها الاستاذ احمد رفعت اللي طلعت على التعديلات حتى من قبل ما يقروا النص الاخير. هستاذن حضرتك، خليني على التليفون ارحب بالسيد سفير محمد غنيم سفير مصر في سلطنه عمان معانا على التليفون. اهلا وسهلا. التصويت هناك ايه والاستفتاء اخباره ايه؟ سيد سفير مساء الخير يا فندم. فندم اهلا وسهلا حضرتك. الو. ايوه انا سامع حضرتك كويس. تمام، انا كده ابتديت اسمع حضرتك كويس برضو. اهلا بحضرتك. أيوة. سيد سفير اهلا بيك فندم. كلمنا على الاستفتاء في سلطنه عمان، ايه الاخبار عند حضرتك النهارده اخر يوم؟ النهارده مش اخر يوم بس، النهارده خلاص اخر 10 دقايق لانه حضرتك قبل القاهره. صحيح. قدام اللجنه دلوقتي فاضل لنا بالظبط ان شاء الله 10 او 11 دقيقه ونقفل. نعم. وفي الحقيقه انا ما زلت اهو بشوف ناس داخله من باب السفاره علشان يصوتوا لحد دلوقتي. ايوه. في خلال اليومين اللي فاتوا وخلال النهارده الحمد لله كان في عدد ممتاز من الناس كانوا حريصين ان هم يجوا يصوتوا. عدد ممتاز. ده واضح انه الاقبال كويس من المصريين في في اقبال كويس، والاقبال في الحقيقه كان اقبال على مستوى اسري لانه كان من اللافت انه الاسره بالكامل بتحضر حتى باللي ما بيصوتوش، يعني الاطفال كانوا موجودين، ثلاث اجيال كانوا عاده بيجوا. لا. بالاضافه بقى الى العاملين في الشركات المصريه وجايبين معاهم الاعلام وكده. نعم. وفي الحقيقه في موقف طريف جدا حصل من شويه انه لينا ست سفير عدد من المصريين كانوا يعني مصرين ان هم يجوا يصوتوا كده، وبعدين في الماتش بتاع محمد صلاح بيلعب الساعه 5 من السفاره. هو بيلعب دلوقتي خلاص برضو الماتش قرب يخلص. ايوه. فطلبوا من السفاره ان احنا نجهز لهم سكرين علشان يتفرجوا عليها، فبسرعه رجال الاعمال هنا في الحقيقه متفاهمين جدا جابوا والناس بتصوت وتنزل تتفرج على الماتش. لا المساله احتفاليه، يعني تحس كده انها احتفاليه، جايين اسر زي ما حضرتك بتقول، وفكره حلوه قوي ان هم يطلبوا ان هم يتفرجوا على الماتش، ومعنى كده ان هم يدخلوا يصوتوا وهيستمروا موجودين، يعني هيكملوا الفرجه على الماتش لمحمد صلاح. وطبعا لفته مهمه جدا اللي حضرتك قلتها عن رجال الاعمال، يعني اشكرهم لنا وكل التحيه ليهم الحقيقه ان هم يستجيبوا لطلبات اخواننا المصريين في سلطنة عمان، والدنيا مشيت بشكل لطيف وفاضل خلاص 10 دقايق ويبقى آخر صوت هيدلي بصوته اللي جوه السفارة فقط سيد سفير، مش كده؟ مظبوط يا فندم، احنا عندنا التصويت جوه السفارة فقط. والمناسبة حضرتك فتحتي موضوع مهم لانه حضرتك عارفة انه سلطنة عمان دولة كبيرة، يعني مساحتها طبعا نص مساحة السعودية طبعا، وفيها عدد كبير من المصريين اللي موجودين في مدن ومحافظات بعيد عن مسقط، يعني اللي موجودين في صلالة مثلا كانوا على بعد 1100 كيلو من مسقط. وفي منهم اعداد حرصت ان هي تيجي سواء في يعني سياراتهم الخاصة او رتبوا مع بعض اوتوبيس يجيبهم، ولكن طبعا ده بيحل من كل المسافة دي تيجي. كل مسافه دي 1100 كيلو رايح جاي علشان يدي بصوت. ايه العظمه دي يعني. ففي الحقيقه انا متبني ان شاء الله في الانتخابات القادمه ان انا هحاول اطلب من القاهره ان احنا نوجد طريقه عشان نعمل لجان فرعيه. صحيح. في الاماكن البعيده دي تيسيرا على الناس، لان عندي طلبات ضخمه جدا منهم في الحقيقه بخصوص هذا الموضوع. لا بخصوص صحيح. ان هم عايزين